السلام عليكم، معكم دكتور صدري محمود قريطم. النهاردة هنكلمكم عن أكياس منشطة للكبد وبتساعد على حماية خلايا الكبد من التليف، لأنها بتحتوي على مواد مضادة للأكسدة ومادة منشطة لخلايا الكبد. معانا النهاردة سليمارين بلس أكياس. زي ما حضرتك شايفين سليمارين بلس أكياس، الأكياس دي مش أكياس فوارة، لأ دي أكياس من دوبها في نص كوباية مية، تمام؟ هي ما بتفرش، هي بتدوب في نص كوباية مية، تمام؟ الأكياس دي إيه الميزة اللي فيها؟ هي الأكياس دي الأول في منها كبسولات، سليمارين بلس كبسول. طب إيه اللي يميز الأكياس دي عن الكبسولات؟ الأكياس دي فيها مواد مضادة للأكسدة زي فيتامين ألف وزي التوكوفيرول، فيتامين ه وزي الفيتامين سي وزي الزنك وزي السيلينيوم، كمان فيها السليمارين اللي هو مادة منشطة جدا لخلايا الكبد وبتحمي خلايا الكبد من التليف، كمان زايد فيها عن الكبسولات مادة الأسيتايل سيستين. المادة دي أصلا هتساعد مع خلايا الكبد انها تعتبر مادة مضادة للأكسدة، كمان الناس اللي عندهم بلغم هيتساعد ان يدوب البلغم معاهم، يعني لو واحد مثلا مريض كبد وعنده بلغم على صدره يفضل يستعمل اكياس ما يستعملش الكبسول، لان الاكياس فيها مادة الاستايلسيستين، واللي موجودة في الاستايلسيستين اكياس بتركيز 200 ميلي جرام، تمام؟ الاكياس دي بتستخدم في ايه؟ زي ما احنا قلنا حماية خلايا الكبد وتنشيط خلايا الكبد، وكمان بتستخدم في الناس المرضى اللي عندهم دهون على الكبد او الكبد الدهني، كمان بتستخدم للناس احنا قلنا اللي عندهم تليف الكبد، كمان بتستخدم مساعد في الحالات الناس اللي عندهم التهاب الفيروس الكبدي اللي هو فيروس بي او فيروس سي، بس تبقى تحت اشراف الطبيب، تمام؟ من الحاجات المفيدة جدا انها كمان بتخلق مادة الجلوتاثيون، ومادة الجلوتاثيون دي من المواد الممتازة جدا اللي بتساعد على الحفاظ على خلايا الكبد اللي ما تليفتش، تمام؟ وبتحميها من التليف. خلاص الجزء اللي تليف خلاص، لكن الجزء اللي لسه ما تليفش بتحميه من التليف، تمام؟ الأكياس دي عبارة عن 10 أكياس زي ما حضراتكم شايفين. أدا منظر الكيس أهو من بره، الكيس استعماله بنحط الكيس على نص كوباية مية وندوبه كويس جدا وناخده بعد الأكل 3 مرات في اليوم من كيس لكيسين. الأكياس دي تعتبر مكمل غذائي آمن تماما، ولكن يفضل استشارة الطبيب، هي أصلا من الحاجات الأمنة والفعالة اللي هتساعد مرضى الكبد اللي هم عندهم تليف في الكبد وعندهم دهون على الكبد، أو مريض كبد وعنده نسبة بلغم على صدره، إنه يساعد على ذوبان البلغم وبالتالي طرده. أكياس دي فعالة، أكياس دي 10 أكياس عاملة 29 جنيه، يعني مش غالية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.